أعمل كمستشارة طبية لصحة المرأة، أساعد النساء اللواتي يعانين من تعقيدات وصعوبات في فترة الحمل وأثناء الولادة في المناطق الصعبة. كانت آخر مهمة لي في أفغانستان في منطقة تعاني من نقص المواد الطبية والأطباء، إذ النساء في أفغانستان هن الأكثر عرضة للموت بسبب تعقيدات أثناء الولادة أو سوء التغذية. حدثينا عن إحدى القصص الناجحة التي عشتها في هذه المناطق. في آخر أيامي في أفغانستان ساعدت امرأة كانت حامل بمولودها العاشر وكانت تعاني من تعقيدات خطيرة قد تودي بحياة الجنين، لكننا في النهاية نجحنا في إنقاذها هي وطفلها. وكتعبير على الشكر سمحت لي الأم بأن أسمي طفلتها في مكان مختلف. كنت سأنتهز الفرصة وأسمي الطفل على اسمي، ولكن في دولة كأفغانستان لا يستعمل اسم كلير كثيرا، لهذا أطلقت عليها اسم فريدة وهو اسم ممرضة ساعدتني أثناء عملية التوليد.